السلام عليكم خوتي اخوتتي، صلوا على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم محمد آدم. إذا كنت من المتابعين الجدد، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فعل الجرس ليصلك كل جديد. صلوا على رسول الله. السلام عليكم خوتي اخوتتي، مرحبا بكم في قناة محمد آدم. راكم تشوفوا حنا لعبنا البانو، كملت هذا وين هام ديك صحابي رايحين يدوشوا، انا ما نحبش نروح ندوش معاهم باسكو هما خطات يدوشوا كاع كيف كيف، ما كاش كل ماشي انديفيديوال. المهم خاوتي، كانت الشتا تصب ديال التحاله والرعود، حبسنا شويه. ايا كيما كنت تشوفوا، كنت نصور لكم مقبله خاوتي ما قدرتش خاطر كنت مزروب شويه. دوك نصور لكم شويه كيفاش نروحوا للضاء. درت زوج سرابت هنايا باش ما شو البرميده مشمخه شويه، طحت الكاسو كان مشمخ خاوتي. يا حبيبي يا الله، اصبر تشوفوا هنا نكروشوها هنايا، ايوا ونقدموها هكذا شويه، سمحوا لي برك تشوف هكذا باش ما يبانش الطابلو. ايوا صلوا على رسول الله خاوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا الله، مقبلة كنت داير كليماتيزور، كانت بسم الله الرحمن الرحيم. نغلق الكاروات خاوتي، يضربني الريح، ندير غير الكليماتيزور في بسم الله. انا على بالك نورمالمون هنايا انتر، ماشي انتردي هنا، نورمالمون ما نقاريوش هنا، نورمالمون نقاري لهيه. كنت حاب نديرها هكذا ونوري لكم كيفاش نلعبوا البالون، بصح الجو برو ما تبينش مليح خاوتي. المهم اصحابي هاهم لك الهيكا يقاريو طونوبيلاتهم خاوتي منا ادروات، باسكو اليوم راهم فاتحين كشغل عندهم واحد الريستور راه فاتح. هادو صحابي على كل حال غير الالمان خاوتي، ما كاش سما خاوتنا الجزائريين ولا غير الالمان. بديت نلعب معاهم خاوتي خاطرش واحد يخدم معايا الماني قال لي اذا تجي تلعب، قلت له نجي من ذاك النهار ولا يقولوا لي روح تلعب معنا روح تلعب معنا. الحمد لله قالوا الله يعطينا، كما قالوا الله يعطينا القبول ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. هما خاوتي كي يلعبوا البالون ما يروحوش ديريكت، احنا انايا ما نقدرش نقعد معاهم خاطرش اليوم راه مفتوح كشوط عندهم واحد مش ريستورون صغير ثماك. قال لهم الاخر عندي واحد الكارطة فيها 50 اورو، قال لهم نروحوا ناكلوا بها ونشربوا. انا خاوتي ما نقدرش نقعد معاهم ونشربوا شراب، وهما كنت عارفوا قور ماشي حرام عندهم يشربوا شراب ياكلوا الاخر، وانا ما نقدرش نقعد هذو المجالس خاوتي ما نكذبش عليكم. صح اصحابي ونقصر معاهم ونضحك معاهم ويعيطولي ويحبوني ونحبهم، بصح ما نقعدش معاهم، فدايما هما على بالهم يعرفوا العقليه. شحال وقت يقولوا لي اروح نشرو لك ريد بول ولا نشرو لك عفسه هكذا تشد كلها لي ساندويتش هذوك تاع طوماطيش وفرماج وشلاضه، قلت له لا لا هما على بالو سما غير على جال الماكله، وانا ما نحبش نقعد قاع ذوك المجالس خاوت. المهم الله يفتح على كل مؤمن. هذه لوطوروت كنت حاب نديكم، ماشي من لوطوروت، كنت حاب نديكم الجهه اللي من هيه. بس على غالب والله راني عيان خاوتي، راني عيان وشوف صبت الشميسة شبت الشتاء وشميسة طلتها هي تعمية محالك. المهم خاوتي العزاز، يا نديرو نواطر نديرو نواطر. ايوا خاوتي العزاز، انا ما عنديش نواظر، انا باسكو ندير نواظر في الحياة اليومية ندير نواظر. عندي هذه يقولوا لها كليب، راك تشوفوا كيفاش تكروشها تكروشها في النواظر، باسكو حاجة اوريجينال في هذه الكليب ما كاش، لازم يخدموهم لك. المهم خاوتي الاعزاز، هذه هي لعبنا بانو بعد شحال، عندي قريب فيفري فيفري ما زدتش لعبت البانو، فيفري مارس افريل ماي جوان، ودخلنا جويلية 5 شهور البالو ما توشيتهاش.
الله غالب كورونا وكان ممنوع، ذوك خلاص فتحوا خاوتي واسمه اللي حاب يلعب البالو واللي حاب الاخر نورمال تلعب عادي، وشو الخميس ومنك تعرف كيما اصحابي ذوك الخميس بالكود، ولا تقول لهم كيما يقولوا هما بالالمانيه هالو هالو تزامن، معناتها هالو لكاع الناس. المهم خاوتي الاعزاز جوزناها شابه صبت شتي حبسنا، عاودنا قعدنا عند 5 دقائق برك، باسكو كي بدا الرعد ضرب الرعد، خافوا هما باسكو على بالك كان يضرب الرعد بزاف، مع احنا مشمخين والتيره مشمخ يقدر يضرب الرعد في الكازون يطربقنا على بالك باللي كاين يحكموا سكته قلبيه ديرك. حبسنا شويه، حبسنا واحد 5 دقائق حتى بدات نقصت شويه، من بعد بدينا الله يبارك طلعت الشميسه. المهم اليوم كنا كاع اوت، ما تقدرش تنفس، ما تقدرش تجري، تجري شويه تحس رجليك ما يرفدوكش، تعيا بزاف. المهم لعبنا انتيكوبيا عقبناها مليحه وخلاص. المهم ان شاء الله تكونوا انتم على باس. ثاني خاوتي الاعزاء صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. المهم هذه هي، وذا خاوتي خلوكم تتفرجوا شويه في لوطوروت، هذه هي خاوتي، هذه من ادروات ما بيش داك تشوفوا فيها هنا ايكاري وكاميوات يباتوا، هي بومباي سونس وفيها وين تاكل. كاين بزاف لي بومب خاوتي، كاين هنا في المان كل 10 كيلومتر في لوطوروت ماكسيموم 20 كيلومتر كاين بومباي سونس فيها كلش، حاشاكم توالات فيها، ماشي غير مثلا خاوتي ماشي غير بومباي سونس اللي فيها التواليت، مثلا كاين واحد البلايص هنا في المانيا خاوتي مثلا كل 5 كيلومتر كاينك شغل بلاصه وين تقعد، تحب تاكل ولا تحب تقعد دائما فيها تواليت حاشاكم. كاين بلايص اللي فيهم تواليت خاوتي وكاين بلايص اللي ما فيهمش تواليت، راكم فاهميني، كاين اللي ما فيهمش تواليت كاين حاشاكم، كاين اللي فيها غير كراسه وبلاصه شابه هكذا وين تاكل، مثلا انت حبيت دير باوزا عيد حسيت روحك ماكش من عاد دير باوزا تريح شويه، ولا عندك ماكله راك حاب تاكل تطلق لها طاي شويه. فيما يخص هذه هي كل 5 كيلومتر كاينه بلاصه هكذا وين تريح. انا من جيت دوكا حتى لوين راني رايح كاين شحال واحد 20 كيلو، في 20 كيلو شتو لقينا بومباي اسونس وحده ادروات ولقينا بومباي اسونس اغوش في نفس البلاص، شغل كيما في الجزائر ثاني راهم ولاو يديروا هذه العفسه حاجه مليحه، شغل يديروا بومباي اسونس من وبومباي اسونس من اللي رايح واللي جاي، ولا مرات يديروا بومباي اسونس وحده ويديروا لك شغل مثلا هي ادروات بصح كاين. شوفوا خاوتي اللي كنت نقول لكم عليها، مثلا دوكا عندي 5 كيلومتر اللي مشينا هايلك كاينه بلاصه تشوفوا فيها، راك تشوفوا البلاصه هذه هايلك كام كاميوات هنا مقارين ادروات كاميوات منهم قارين ادروات حاشاكم، كاين ما كاش توالت فيها، كاينين لي بوبيل اللي حب ياكلوا منها باش لا بوبيل ما ترميش في الارض، ومنها كاين لا بوبيل كاين طوابل كاين كيما ذو كاميوات دوكا انتردي يمشوا، كاين اللي عنده طريق طويله وعيا يقول لك نبات هنايا اليوم وصاي يباتوا هنايا صح يسلموا. راك تشوفوا 5 كيلومتر لقينا وحده، هذه هي على كل حال خوتي الاعزاء يا حبيبي يا الله نحو الكليماتيزور باسكو راه يدير لنا في هذيك شمال الوسمة. صلوا على رسول الله خاوتي، انا مقبله والله يا خاوتي صدقوني جيت من الدار ولا غير نمشي 180 160 وانا ما نحبش نمشي 180 160 شنو كنت جاي نلعب ومن بعد حتى بان لي واحد الشغل دقيقه الاخرى عدنا والعود احمد وخوتي الاعزاز قاعد نهدر ونبلبل نبلبل نبلبل مع الاخر وشنو الكاميرا حبست بلوكات، الكاميرا هذه عرفتها وش بها
لازم نشري لها كارت ميموار ميد ان جيرماني. هذيك شريت واحدة من واحد السيت، شريت كارت ميموار من واحد السيت فيها 1000 جيجا، في 1000 جيجا خاوتي بصح عيانة. هنا يا شفت واحدة ب 64 جيجا، واقل 64 جيجا. البارح سقسيته كاين ب 64 جيجا، كاين ب 20 اورو، كاين 64 جيجا ب 40 اورو، قال لي ودي تاع 40 اورو احسن. على كل حال مازال ما على باليش اذا نشريها ولا لا. لا المهم قلت لكم الصباح وانا نهضر في الطريق مع الاخر لقيت باللي راهي حابسه. المهم صلوا على رسول الله خوتي الاساس، اللهم صل وسلم وبارك على محمد ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حبيبي يا الله. المهم نهار شباب صبت الشتاء، زاد طلت شميسه هايله صح في الليل بين بلي ثاني تصب الشتاء. كنت نقول لكم خاوتي من قبيله كنا نحكوا على الطريق في لوطوروت كيفاش منظمه، كيفاش ما شاء الله. ان شاء الله نتمنى بلادنا الجزائر تولي هكذا، ان شاء الله يا رب الارباب يا مسبب الاسباب يصلح لنا بلادنا وربي يصلح لنا الحكام تاعنا. بصح خاوتي ثاني كاينه حاجه، حنا ثاني نتصلحوا، حنا ثاني نتصلحوا، اذا ما نتصلحوش حنا والله العظيم ما يجيب لنا ربي اللي صالح. شوف الشعب كان كاع كيما بوتفليقه، ربي جاب لهم بوتفليقه. بوتفليقه انسان لص، اسرق دراهم بكري وجابوه، والجزائريين حاشا اللي ما يستاهلش ثاني اللي طاح له حاجه في الطريق يمسحها ويقول لك هذه رزق من عند الله. المهم خاوتي حنا كي نتصلحوا حنايا، نتصلحوا حنايا ربي يجيب لنا اللي صلحنا ان شاء الله. على كل حال ربي ما بالكفو ننكو فيكون، ربي يقول كون يكون. حنا وشنو نتسقموا برك حنا؟ الترك كي تسقمت ربي جاب لهم اردوغان. اردوغان مليح ماشي مليح، عيان فرشا ماشي مليح. اردوغان سقم بلاده، اردوغان رجع بلاده، تمشي في بلاده 400 كيلومتر 500 كيلومتر في الطريق تلقى النوار. اردوغان تروح تروح لبلاده تلقى الناس كاع لاباس، خدامين الناس فرحانين نقيه بلادهم. حنا ياكل ويرمي مصاش، ياكل ويرمي الصاشي، يرمي الصاشي من الكار. كي تهضر ما يقول لك انا اللي مهبلتني السيد راح داد اللاعه، داد اللاعه على البحر، ومن بعد كي كمل كي الدلاعه ماشي دارها في صاشي ورماها، بدا يخبي فيها تحت الرمل. شافوا واحد الجان قال له يا بابا علاش؟ قال له راك تخبي فيها تحت الرمل. قال له واش دخلك؟ قال له بلاد باباك. قال له بلاد باباها مالها وبلاد باباك مالها؟ الجزائر الجزائريين لالجيري بور لي زالجيريان. تشوف واحد كبير هكذا يقول لك هذا الكلام معناتها قلبك يوجع. المهم الله يجيب الخير ان شاء الله. ما وصلنا للحومه، الحومه وين نسكن؟ المهم هنا 70 لازم، وكاين كاميرا. كنت حاب نضرب الدوره نروح نصور لكم طوموبيلات، والله ما عندي الخاطر يا خوتي صدقوني الخاطر ولا ما عنديش. عبالكم علاش ولاش عندي الخاطر؟ لا ولاش عندي الخاطر خاطرش ما كاش دوكا. دوكا انا كنت ندير الطوموبيلات لخاوتي باسكو كانت موان تروازون، اوكي كنا نديرو موان تروازون فرحانين. الناس الناس راهي راح تبدا تشري، فرحنا لخاوتنا. القانون خرج كتبوه في الدستور في الجريده الرسميه، ماشي الدستور، في الجريده الرسميه. احنا فرحنا قلنا خلاص دوكا تبدا موان تروازون، الناس تخدم على روحها. كاين اللي عنده طوموبيله طوموبيلات الراشين هذوك ينقصوا في البلاد، لي زاكسيدون ينقصوا في البلاد باسكو على بالك يولي الماتيريال شباب ويولي الدعوه مسقمه والدعوه مليحه. ومن بعد يا اخي تشوف جات كورونا، مور كورونا التصدير ما التصدير ما نديرو لكمش نديرو لكم. المهم هذه هي خاوتي الاعزاز، على بها كرهت انا وليت نحب نصور. المهم واش نقول لكم خاوتي الاحباب، صلوا على رسول الله، نحبكم في الله، تهلاو في روحتكم. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم برك خاوتي، برك حبيت نقصر معكم في الطريق شويه.
تحب ندير لايف الله غالب تليفون راه بعيد. المهم تهلا في راحتكم نحبكم في الله. صلى الله عليه وسلم. شكرا على المشاهدة خوتي اخواتي، صلوا على رسول الله، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اذا كنت من المتابعين الجدد، فعلوا الجرس ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صلوا على رسول الله. سلام.